فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا. واول ضيف اليوم معنا بالتليفون مراد الفرشيشي، الكاتب العام للاولمبي البيجي. نحكيو على اقاله خالد بن يحيى من تدريب الاولمبي، وشكون البديل، الاسباب والتفاصيل كلها ناخذوها مع السيد مراد الفرشيشي. سي مراد اهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا متابعيك سبيس اف ام. مرحبا سي مراد. دونك البارح في الليل ما نعرفش مفاجاه ولا سمعنا الاخبار نتاع نهايه العلاقه بين خالد بن يحيى والاولمبي البيجي. اول حاجه استخا نفهموا اقاله استقاله اتفاق بتعرفي شنو بالضبط؟ والله بالفعل حال معناها البارح اثر الاجتماع اللي صار للهيئه المدير الاولمبي البيجي تقرر معناها انها العلاقه التعاقديه مع المدرب خالد بن يحيى بالفعل الحال نظرا معناها للوضعية اللي صار فيها الجمعية. معناها عنا ثلاثة مقابلات أخرانية معناها في ملعب باجة من 9 نقاط تخذيها، معناها حفظنا كان نقطتين، ثم تراجع في النتائج، ثم شوية أمل من ما بين معناها الملاعبية. معناها الجو العام ما عادش يساعد معناها باش المدرب خالد دحلي اللي يشهد له بالكفاءة ونتمنى له كل التقدير والحب، ما عادش لازم معناها يواصل في ظل الظروف معناها هذه. الجو العام ولا النتائج باش نفهموا الساعه؟ لا النتائج الجو بتبع الحال، النتائج صافي الجو العام بتبع الحال. إذا كان احنا كنا في أريحية وكنا ماشي أمورنا معنا على العال في عشية نوضحها، ها معنا ولي نصبح معنا مادة الدين ولي معنا خلنا معنا في الـ في الـ في الحسابات وفي الإشكاليات معنا هذه احنا في غنى عنها معنا، ومعنا ولا تم نزيف النقاط معنا بصفة مجانية في خاصة في الملعب متاعنا، وما ويسيرتو ويسيرتو معنا كونكورون ديركت متاعنا. معنا الجو العام صاروا خلافات بينه هو بين الملعبية شنو بالضبط؟ لا والله هي معناها الكورونا باس بلو ما ثماش خلافات، احنا كمديرة واقفين واحنا وياه زاد ما تم حتى خلاف وما تم حتى انسيدون وقع، اما تحس معناها انت اللي تابع المباراة تاع البارح احنا معاك مراد الهدي هو اللي ينفذ ضربات الجزاء باهي، ما مشاش نفذ خذاها جاك بيسونشي هو نفذها. هي انت كمدرب على ذاك الاحتياط، اي انت كفوالا علاش انت كمدرب معناها على ذاك الاحتياط انت تسير المقابلة نتاعك، وانت عندك البرومي شوتور والدوزيام شوتور مش وصلت بيسون هذي كور مشيو، معناها يوريك اللي كيف كيف تما دي كونفرون مالك مراد ينفذ ولا غيره، مشى الحنشي ونفذ يوم مش مال في نفذ، معناها يوريك اللي ثم حاجات تدل ومؤشرات تدل اللي كونوا ثم توتر في العلاقه بين الملاعبيه وبين المدرب بالخصوص، وذاك اللي اثر سلبا على نتائج الفريق، واحنا معناها حابين ناخذوا فيس على الامور بجديه، ما حبيناش نزيدوا ضيع وقت ودخلنا وصرفنا وبون بقى العلاقه بصفه بالتراضي. واحنا كيما عاود نقول هكا خالد بن يحيى قديمه انسان، مش انا باش نعرف خالد بن يحيى، انا انسان غني على كل تعريف وربي يوجه خير، واحنا كيف ربي يوجهنا خير. علاقه خاصه مع مراد الهذلي متوتره حسب من كلامك. والله لا ما انا كتشوف الجو العام حتى مع الملاعبيه تم اللي معناها مستردين على الملاعب يعرفوا عنده ثقه في روحه اللي هو يمشي يخدم الاضافه للفريق ما يلعبش ما يشاركش حتى حتى المباريات الاخرانيه هذا ما في باجه، اما بركه مش مراد هذلي بركه لا في بالكسيون مراد. تو كي نشوفوا البيلون تاع خالد بن يحيى مع الاولمبي البيجي سي مراد، عمل 8 ماتشات 3 انتصارات فيهم زوز على الكلوب والسي اس اس، 3 هزائم فيهم زوز قدام ليتوال واتحاد بنغردان اللي هما على الورق افضل من الاولمبي البيجي حتى من ناحيه الافكتيف، وزوز تعادلات مع بيجا مع ستاد ورجيش. معناها ماشي معك في ما معبر عنه بالفرق الكبرى صحيح، اما بنغردان احنا ماشي خير منه في الافكتيف، الافكتيف تاع بيجا يشهدوا كل القاسي والداني من عز الافكتيف الموجودين في الناشيونال. بالنسبه معناها النتائج كما تحكي جوست مو بوزيتيف، اي ماهوش كارثي ايضا زاده ولا سي مراد؟ لا دخلنا في الزون روج، دخلنا في الزون روج كنا في اريحيه احنا ما نعرفش علاش، انا يمكن عنده فلسفه خاصه به ونحترموها، لكن معناها تو نلعبوا معناها في فتره حساسه من الموسم كل نقطه بحسابها سيدي خويا واضح فهمتني، ولا ذاك دخلنا وبون بالنسبه للبديل قلت من دول البديل خاطر نجيك البديل خلينا نفهم خلينا نكملوا الساعه مع خالد بن يحيى كيفاش اتفقتوا معاه، عامل عنده كونترا الساعه هو ولا؟ اي عنده كونترا نتاعو لا فسخ عقد بالتراضي معناه خذا زوج شاري هكا نفهم ومشى على روحه. اي اذا ما تم حتى مش ياخذ معناها مستحقاته الماليه وما تم حتى هذيك بالنسبه للناحيه الماديه هو بطبيعته ماهوش تريدر جيجون انسان واضح انسان معناها بالعكس هو حتى كونترا ما حبش يعمل لاخر وقت راهو وحتى كي صح الكونترا صدقني للامانه باش كون بعطيه حقه ما قراهوش حتى قرايه. فهمتك. كيفاش تقبل الديسيزيون نتاعكم؟ نعم كيفاش تقبل خالد بن يحيى الديسيزيون نتاعكم اللي خذيتوها؟
ولا يتقبلها قالوا طوى حرارة وكهو المكتوب وفاء واضح بيه هو نور الاخر ومش احنا الاولى والاخرين معناها هي موضة في تونس بصراحة تبديل المدربين والله غير تحكم على الظروف مشكل اولمبي البيجي الحقيقة الفرق الكل دون استثناء زاد نجم نقولوا الكبش الفداء ديما المدرب معناها والله لا مش تضحي انت جمعيه مش تضحي معبيه مش تضحي كذا ما مشاتش الامور انا بارو سوا شكون هو ربان السفينه مو مدرب اذا كان نجح او ينجح بها اذا كان مش الاول اول واحد يمشي لباه اي مع خاطر تو باغ اكزومبل ماتش البارح بينالتي ملاعب يضيع هو عنده هو باغ اكزومبل ماتش البارح ملاعب يضيع بينالتي ما لازموش نلومو مدرب زاده ولا والله ايش نقول لك لا بالنسبه لي هو النتائج الاخرانيه مش ماشيه معاه هو ما مشاتش معاه يربوم يوم معناها انترفينيور توا خير من بعد نبقاو نتندموا ما فيدناش ندم. باهي نمشيو للجزء الثاني البديل سيدي. البديل احنا رأيت معناها الهيئه المديره اقرب انسان للمجموعه الوقت الحاضر يسيرتو عندنا بعد غدوه نلعبوا مع سليمان. اقرب بشر للمجموعه هو السيد عثمان الشهيدي اللي هو مدير فني بالجمعيه واللي هو اشرف حتى على بعض الانتدابات ومعناها على التربص هو حاضر معناها التحضيري وحاضر عام كامل على كل شيء ويعرف كل كبيره وصغيره على كل اللاعبين واخر بنتين شفناه للواقع وما حبيناش نتحرك وحبينا نطريثه في اخر القرار ممكن حتى بصفه وقتيه في عثمان ينجم يكون الى ان معناها يقع ترسيم مدرب للفريق الكبير ان شاء الله. بصفه وقتيه حددتوها قديش الماكس نتاعها ولا؟ والله الاسبوع هذا احنا موسم تريف بعد ليكيب ناسيونال تلعب معناها ماتشات تصفيات كاس افريقيا. احنا على نهار الاربعاء نلعبوا السيمان ونهار السبت ان شاء الله مع المتوفي في باشا. سمعنا اسم شهاب الليل. من بعض الاسامي المتداوله ممكن ياسر يكون شهاب الليل على راس الفريق علاش لا؟ وين وصلت المفاوضات معه؟ والله ما زالت معناها احنا تو مركزين على المقابله نتاعنا تاع نهار الاربعاء نحضروا في مقابلتنا وفي كل ظروف نتاعها المحيطه بها وبعد كل حد في الحديث ان شاء الله. انا المعلومه اللي عندي سي كلايد كاتب العام تاكد لي انت قول لي صحيحه ولا غلطه سي مراد انكم اتصلتوا بشهاب الليلي وطلبتوا منه باش ينجم يكون حتى موجود في المقابله هذه ضد الاولمبي البيجي قعدت ضد المقابله القادمه معناها نتاع غدوه قلت له قاعد يقعد يستنى معناها هكا. لا مش يستنى لا نحن ما عبناش نتسرع وشي طول معناها أنا نجمش ياخذ توا وبعد غدوه مقدمه مقابله مش يشرفك على المقابله توا يوم واحد ياخذ فكره على الجمعيه حتى اذا كان معناها مازلنا احنا المفاهمه الرسميه مازالت ما وقعتش معاه لكن حتى اذا كان مش ياخذ فكره هو ياخذ يبدا عنده فكره على الجمعيه مش يدخل طول معناها في صلب الموضوع لازم قيد هو انت لابد تعطي هو ظهر لي قبل خالد بن يحيى انتم خممتوا في شهاب الليلي ايضا زاد خممنا في شهاب الليلي خممنا في سامي قفصي ثم برشا اسماء معناها تداولت معناها فهمتني شنو اللي مشى كفه خالد بن يحيى وقتها والله شو يقول لك بعض الجزئيات بعض الجزئيات معنا بالعكس شهاب الليلي مدرب مقتدر ويمكن له كل احترام وتقدير ويا حبذا يجي معناها يمرن في باش وهو بتاعته زاد يحب يعني اولمبي باجي معناه مش فريق اللي يجي اولمبي باجي كبير واسمه اكيد وبعراقته اكيد اي انسان يتمنى ويسيرتو الافكتيف اللي موجود توا كل ممرن يتمنى عنده الافكتيف الموجود في باش. باهي من هنا وقتاش نجمو نعرفوا البديل سي مراد؟ البديل ان شاء الله بعد مقابل تسليمان ان شاء الله تعرفوا البديل ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك سيد مراد الفرشيشي الكاتب العام للاولمبي البيجي على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها بخصوص اقاله خالد بن يحيى من تدريب الاولمبي البيجي والبديل شكون باش يكون ان شاء الله في الاولمبي البيجي. موسيقى ثم راجعين مواصلين.